نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا أشقالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا سے بلا ایک دو مرتبہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک